السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. خوتي خواتي تشين، نتمنى تكونوا غايا إن شاء الله بحول الله. والله يسخليكم خوتي، اليوم غادي نتعلموا إن شاء الله بحول الله كيفاش تصاوب لي روبير في المابسمي، إرضاء الطلبات بعد الأصدقاء اللي صيفطوا ليا في الخاص، وارتأيت أنني نعاود اليوم الشرح بالطريقة ديالي بفيديو ديالي خصيصا، وغادي نشوفوا اليوم كيفاش ممكن تخدم بالمابسمي بلا كونيكسيون. حاليا دابا انا راه ما عنديش كونيكسيون. دخل خويا تيليشارجي المابسمي ديالك، تدخل المابسمي عادي نورمالمون خويا دبيب. اسمحوا لنا هاد الازعاج الاخوان، هذا حاليا اجي تمشي خويا التركي ولا تركي انت خويا الحبيب، انت اسطنبول. بالنسبة لك انت اول مرة بيجي تجي، غادي تخرج من الايروبور كي قلنا، تشد لافا بيس تجي تشد ميدان التقسيم. من بعد خويا تقلب على سكن شبابي، تكون ديك الساعة تبدا تقلب على راسك وتقلب على الطريق وتحاول تصاوب هادشي هذا او ديبار باش ما تطيحش. بزاف ديال الاخطاء اللي طاحوا فيهم الاخوان كانوا سبب في الفشل ديالهم. قلت لك يا دي المابسمي، اول حاجه غادي تدخل كي تمشي تكري السكن شبابي، انت باقي جديد في مدينه ما كتعرفهاش، نوتي السكن شبابي عندك في المابس باش ملي تخرج تجيب دوره ولا تخرج تقدا شي حاجه تعرف فين كاين الدار. حتى الا تلفتي توري لعباد الله، الا تلفتي كاع شد تاكسي اوري المابس هو يجيبك، كل شيء خدام تما بالمابس. افتراضا افتراضا ان هي هادي الدار عندك، نوتي النقطة بحال هكا كتورك على سين كطلع. افتراضا هي هادي النقطة عندك على سين كطلع بالكولر اللي بيجي انت، كتب اش بيجي تصاب نيميرو نديرو 5 طن. ممكن تخدم بها بشلة الطرق، واش فهمتيني؟ سي بون انغوجيسترات. من بعد تير نقطة انفاس معاها، تعاود تير لاسين. لا كولور ديال لاسين راه كيتبدل بالطريقة اللي انت بغيتي. فهمتيني خويا الحبيب؟ هكا باش ممكن تصاوب اون سين ولا ان روبير. هنا ايروبور اتاتورك، الناس اللي كيجيو من الايروبور اتاتورك عارفين كاين طوبيسات ولا الكيران فين غادي ممكن يخرجوا. طريق ديال بلغاريا ما عند الاخوان ما يجرو بها، طريق ديال واد ما عند الاخوان ما يجرو بهم. شوفوا اسهل حاجه اللي ما فيهاش الكسر ما فيهاش الخسران ديال الفلوس، هذه القنطره الاولى الحمام دغاب، القنطره الاولى الكرياج الخوت، هذه القنطره البوصنه اللي مقسومه على جوج، الاولى الثانيه. تجي تدخل مع الكرياج تدخل لهاد القنت هذا كله زراعة، ممكن تخبى فيه تبدل حوايجك. من بعد تخرج خويا وتشد الطريق ديال الغابة، طرقان ديال الغابة خويا راه فيهم وفيهم كله وطريقو. شو فهمتيني خويا؟ تبقى غادي على طريق الغابة اللي أحسن حاجة للناس اللي بغا تمشي على رجليها، مبغاش تطيح مبغاتش المشاكل مبغاتش حتى شي حاجة. يكون الناس غاديين سكواد فيه 4 ولا 5 الناس، واحد فيهم يخرج يمشي يجيب الماء، ولا تجيو معكم التوب وتجيو معكم الفخر، وفين ما لقيتي صفي الماء وعاود صوب وشرب. هاجي انا وصلت تيسالونيك،
هاد الطريق هادي جاية هاد الغابة 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 حتى تهبط لتيسالونيك. كاين الطريق ديال المدينة توصل ألكسندرابولي ولا تركب من كوموتيني ولا كزانتي، ولكن 50% تدوز 50% تشد. ما نعطيكش الكارونتي واحد النهار تبدا تدعي فينا تقول دفقناك ولا عطيناك شي حاجة ما هي هاديكش. فهمتيني خويا الحبيب؟ هادو طرقان خوتي ديال الواد، من ناحية الناس اللي كيسولو على الحدود، كاينة 172 كيلومتر حدود نيرية هي نيس. هادي هي آخر ميدينة في الحدود ديال تركيا، المياه الإقليمية التركية. الناس اللي كيسولو على نيس بلا ما تمشيو ليها قبل ما توصل النهر، كاين تقريبا واحد 15-20 كيلومتر كل زراعة خويا ديال الروز، وما غاديش توصل خويا صعيبة القضية تما. الناس اللي كيمشيو لإبصارة يردو البال، كاينين كزرنات بزاف وراه فيها طريق خارجة حتى اليونان، كاين تران كيمشي من تما. بالنسبة للحدود راه قلنا كاينة 172 كيلومتر تقريبا حدود نارية جاية على نهر إفروس من اليونان وتركيا وطلع حتى اليونان بلغاريا. قلنا بأنه القنطرة الأولى هي هاجي، القنطرة الثانية هي هاجي، والقنطرة الثالثة هي هاجي. إذا دزتي من هنا راك دخلتي اليونان، ديك الساعة تبقى أنت وقفوزيتك. بالنسبة للإخوة اللي كيسولو، هاجي هي المبسمي، وراه شرحنا لكم الطرقان، و الناس اللي عندها شي تساؤل تخلينا، ونتمنى ان شاء الله تعاونونا ونكونوا خوت ونكونوا يد واحده ونتعاونوا مع بعضياتنا وان شاء الله حتى يوصل كل شيء. الطريقه كيفاش ممكن تخدم، راه انفو غادي توصل لهاد المنطقه اللي بغيتي تقطع منها واللي وصلتك انت من عند الناس اللي سبقوكم تقنا منها وارتاح لك لها راسك. تجير بحال هكا تجير دوبوي، فهمتيني؟ دي صوب لك هو لانت دي صوب لك لانتيغي شتا. انا كاين في الماروك دابا حاليا، او دي صوب ليا لانتيغي حتى الماروك. سي بون عرفنا كما خدامش بالكونيكسيون حاليا. إذا بغيتي تصاوب لانتيغي كي قلنا، ندخل لهاد النقطة بحال هكا، هاد النقطة بحال هكا جاتك. ولكن بالنسبة لك إلا كنتي خدام وجالس في البلاصة اللي أنت كاين فيها، راه كيخدم لك وكيمشي لك بالنقطة بالنقطة. أنا دابا حاليا إلا درت لي هكا بيجيبني للبلاد، مي أنت إلا درتي لي هكا وكنتي بجنب النقط اللي حط، راه بيبقى غادي يجيبك بواحد السيستم اخر، ويبقى غادي يجيبك بالنقطه النقطه من نقطه النقطة، وبعدك تراجع على النقط اللي عندك. نتمنى الدراري يجربوها في المغرب ويحاولوا يخدموا بها حتى يوليو براتيكيوها مزيان. الله يسركم اخوتي، نتمنى تدعمونا بواحد جيم وبارطاج باش تعم الفائده اخوتي. الله يسركم كاملين اخوتي اللي لفتكم.